اصلحت يا عم حمار. لا اعمل لا اعمل لك شيء عاوز هيداها ورصوا عم زين وفاضي. هذا بالنتائج هذا هاي وصلت لها في حتن هذه البلاصه هذه هي وقفت. معناه انه مزيان هذه المصدات يبقوا بهذه الطريقه هذه راه مهمين، ولكن لو كان المسافة المحط 30 متر ولا 40 متر يكون أفضل، أما هذه مضيقة بزاف. فبالتالي أنت كتشوف ها هي ها حنا ها الإيجابية ديال هاد التنقية ديال هاد المساحة. الحمد لله نشوف بانه هذا الطريق اللي عملتوها مزيانه. الحمد لله هذه الطريقه اللي كيحصروا بها الناس اللي عافيه السهل. ياه دابا لو كانت الغابه في هذيك المسالك الغابويه. المسالك الغابويه الطريقه انت كوصل الطريق كتفر راسها بوحديتها. فعلا. الطريق الا ما جبرتش الطريق كتبقى ماشيه في الغابه. دابا بالنسبه للاقتراح في المستقبل باش العافيه شويه تنقص خاصة المسالك الغابويه والتنقيه. المسالك الغابويه والتنقيه ضروري. شنو اللي كنشوف؟ دار الغابه دائما المسالك. وكنشوف الغابه مشبكه اكثر من القياس دابا. بزاف. طالع عليا العافيه. رجليك ما كتجبرش فين تدوز. صح مستقبل انا الشيء هذا خاصو يكون فعلا، والغابه اللي قريبه ندير خاصها تحيد واحد 300 ولا 400 متر ودائما تبقى الدار بعيده ما هذه من الغابه. ماشي الا كازات في الغابه ولا شي حاجه. دابا هو المشكل ديالنا انت ولد المنطقه وعارف شنو كاين، الا مشينا نعملوها نعشبوا ولا شي حاجه كيجوني انا. هذا هو المشكل. هذا المشكل فينا هو المياه والغابات خاصها تميك على هذا المواطن عنده شي حاجه قدام الدار ديالو يحيد. بالفعل بالفعل، بعد على الاقل كما قلت 400 ولا 500 متر. 400 ولا 500 متر احنا ماشي نقولوا احنا نحيدوا هذا الضرر علينا، والا زدنا اكثر من 500 متر هو ساعه يطبق المسطره ديالو. والله الا مقترح محله هذا الشيء اللي كتخصو يكون في الحقيقه. انا نقول لك انا الدار ديالي مشات، الدار ديالي هي الاوليه مشات، ما بقى فيها ما بقاش ما بقى لي المهم انا كيف خلقتني يما. سمعتني كيف خلقتني الوالده، ما بقى لي شي حتى شي حاجه، ما بقى لي جداد، ما بقى لي المهم حوايج، ما بقى لي حتى شي حاجه. والجماعه كامله انضرت، كامله الجماعه كامله انضرت، ما بقى لا شي حاجه مره. بالنسبه للكسيفه الناس ما بقى حتى شي حاجه، ما بقى حتى شي. النحال مشاو، النحال مشاو، انا بيدي مشات لي 20 جباح. جباح مشاو لي يا سيدي اربعه معمرين وشي 15 16 هذا خاويين. لا حول ولا قوة. كلشي احترق، ما بقى حتى شي حاجه والله ولا بقى حتى شي حاجه. دابا خاص دابا الاوليه بغض النظر على التعويض وداك الشيء راهو ما كاين عندهم برنامج بالنسبه للتعويض. ولكن بالنسبه للمشكل العافيه، الدوار قريب من الغابه مباشره، من الضوء العافيه في الغابه تجي مباشره للدوار. ضروري يكون الدوار بعيد. دابا احنا هذا الشهر ديالنا كامل مدور بالغابه، كامل مدور بالغابه. إلى نظرت هي داخلين، عنصر درك عاد هز العواول خرج العواول وطيش. الحمد لله الحمد لله نطلبوا الله نصب على الصحة، خرجنا بسلام، خرجنا العواول ولكن مني ما بقى لنا حتى شي حاجة، في الشهر كامل انضر، ما بقى لهش شي حاجة، ودابا ما بقى لناش حتى السكنة تما ما بقاش صالحة دابا. حتى السكنة ما عندك شي فيضة على معزة ولا بقرة ولا حتى هو اللي خصو يتلقى في المستقبل. هذا واحد النداء للاخوان المياه والغابات، مادام المجال الغابوي جا في الناس اللي ساكنين خص لابد الدوار يكون عنده واحد المسافة الامان مع الساكنة، بعد على الاقل الى نظرت العافية في الغابة وممكن تنوض ما توصلش على الاقل. خاص المسالك، خاص المسالك وخاص الطرق باش حتى الى نظرت العافية بعد ما توصلش للديار. دابا حنا ساكنين الغابة ما هكا
نمشي عاد خرج عاد حديد القطاع شطري واحد يقول جاني انا يقول لك يا سيدي ما قطع ليش الغابه. هذا هو الاشكال. ايوه هذا هو المشكل. وما احنا نقدو نفتحوا الطرق يدنا راسنا ما بين الديار وما ولا من انت تمشي القطاع شطري ويجي يغرقك عاوز يعمل لك شي بروسيا ولا شي حاجه وخليك محول. واحنا الناس على قدنا. شارع على قد والناس مساكين. ما كاين وعاد ما كاين لا خدمه ولا ردمه ولا حتى شي حاجه لا في الخروج ولا في الدخول ولا والو. انا كنقول بالنسبه لي اللي كرئيس جماعه المجال الغابوي اللي كاين في المنطقه مولاي عبد السلام هو مجال غابوي كثيف كخص ضروري ما نعيدوا النظر في الاجراءات الوقايه من الحرائق لان المجال الغابوي ديال المنطقه كتدبروا المياه والغابات في اطار الاختصاصات ديالها ولكن الملاحظ هو انه ما كاينش تنقيه العود الميت ما كاينش تنقيه الاعشاب الثانويه ما كاينش مسالك ما كاينش مصدات الحريق ما كاينش سارج اذا كنقولوا بانه المسؤوليه الكامله كيتحملوها الاخوان ديال المياه والغابات في التدبير ديالها من المجال الغابوي لان حنا خصنا نسميو الاسماء بالمسميات ديالها. كنشوفوا اليوم بانه الحريق انطلق من دوار تازيا مر بدواور على مستوى بني عروس داز دوار دار بجاو تازكلوت لولا ان الساكنه مشكورين تصدوا تما ديك المنطقه لكن الان مش حتى ديك المناطق المنتشر اللي كانت عانت من الحريق 2020 طلع ندور تزروت للاسف عاود كانوا ساكنه تما موجودين الحمد لله يعني بعد المناسبه كنشكرهم كاملين يعني حاولوا ما امكن يدخلوا باش يمكن يمنعوا العافيه دوصان دواور مباشره انطلق الحريق ندور امس الليل مباشره انطلق غابه بواشم اللي كتشوفوها دابا الان انطلق كذلك البارح ندور امس الليل ندور الحصن وندور تا اليمين الان هو في تينزا ها هو الان دابا الحريق كاين في جماعات بني ليت في تبع لتطوان وطلع من بواشم وربما يوصل حتى للشاون اذا المسافه 40 كيلومتر من نقطه الانطلاق للنقطه ديالو 40 كيلومتر معناه ان الغابه ما فيهاش المصدات. اليوم خصنا نقولوا بانه ضروري خصو يلقاو مصدات على مستوى المجال الغابوي كخص طرق شنو كخصو يلقى في المستقبل باش يمكن هذه الغابه نحميوها. دابا هو كورطافويكوس هما اللي خدام كيتعتبروا هذا واخا يكون كورطافويكوس على الاقل يكون في 20 متر وما ماشي مشكل ياك اي والله لان خص توسع هذه المساحه توسع والغابه فيها مثلا ما هنا قول 20 كيلومتر ما فيها حتى شي باساج ما في استاد الصباح هما كيعملوا في هذا الممر عملنا ممر من الكورنا الى حتى خرجناه قول فيه واحد 6 ولا 7 الكيلومتر هادي سي محمد خصها عاود غدا ان شاء الله خلاص بكريم تحت اللي نشوفو نشطبو هنا مالك مالك الله الكريم والله يبقى الريح هيدا مقلوب واه هما الدراري بقاو تما يعسو تما تا والله ينصر لك بالصحة الله يرحم والديك ودي سامح عفام صح غدا ان شاء الله غدا الله يرحم والديك ونطلبو من الله تزول بعدها هذاك اللي يصلح السي محمد ياك نعم الموتور بعدا خصو صيانه ياك الموتور لا مزيان هذا كتخسر قبيل ولكن خصو سلسله وخصو هذه خصو هذاك اللي عندكم ما عندكمش اخر هذا اللي كاين هو المجوج كان مزيان اه والله يعطيك الصحه بزاف لا يعطيك الصحه السي الحسين هذا مزيان الفتحوا له هيدا مخيره باش العافيه ما توليش تحت مره بالفعل بالفعل هذه الشهاده